السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة أم إلياس للتعليم، مرحبا بكم. معكم فيديو جديد خاص بمادة الرياضيات للسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي للمسلكين العام والدولي. إذن الدرس ديال اليوم غادي نديرو أول درس في مادة الرياضيات للسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي. درس مهم جدا، درس جديد لم يسبق لكم التعرف عليه، إذن هو درس الأعداد الجذرية. إذن كيف ما كتلاحظوا معي المقرر اللي كنخدم به هو مقرر التنسل مات، يعني للسنة الثانية من التعليم الثانوي الإعدادي للمسلكين للمسلك الدولي. إذن بالنسبة للمقرر، المقرر ماشي مهم لأن المقررات مختلفة والغلاف مختلف، ولكن أهم حاجة أن الرياضيات تبقى هي الرياضيات، يعني الدروس كتبقى نفس الدروس، طريقة حل التمارين كتبقى نفس الطريقة، يعني ماشي مشكلة كان عندنا مقررات مختلفة. إذن قبل البدء في الفيديوهات، يعني كنتمنى منكم تشجيعا ليا وتشجيعا باش نعود نحط لكم فيديوهات جديدة وفيديوهات مصححة وتشجيعا للمجهود اللي كنقوم به. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء وتديروا التعليقات الجميلة ديالكم وجيم. إذن على بركة الله لنبدأ. إذن كيف ما كتلاحظوا معايا، أول حاجة هنا السومير عندنا البارتي نيميرو 1 ليزاكتيفيتي نيميريك، عندنا شابيتر نيميرو 1 لي نومبر راسيونيل انتروداكسيون. إذن أشنو هما الأعداد الجذرية أو لي نومبر راسيونيل؟ إذن نبداو أول حاجة بالتعريف. إذن الأعداد الجذرية لي نومبر راسيونيل، إذن كتعريف باللغة العربية بالنسبة للمسلك العام، العدد الجذري هو خارج عدد نسبي أ على عدد نسبي ب، ويكتب أ على ب بحيث ب تخالف الصفر. إذن عندنا العدد الجذري هو خارج عدد صحيح نسبي أ على عدد صحيح نسبي ب، ويكتب على أ على ب. إذن أ على ب تعرفنا عليه سابقا أو في السنوات الابتدائية على أن أ على ب هو عدد كسري. إذن علاش دابا كنسميوه عدد جذري؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله الرحمن الرحيم في الشرح. إذن نمشو ثاني حاجة، القاعدة باللغة، شرح هذه القاعدة باللغة العربية بالنسبة للغة الفرنسية بالنسبة للمسلك العام الدولي باش تجيكم القاعدة مفهومة. النومبغاسيونيل هو العدد الجذري، إي لو كوتيان دان نومبغ أونتيي غولاتيف أ باغ أن نومبغ غولاتيف بي. إذن النومبغاسيونيل العدد الجذري، إي لو كوتيان هو خارج أن نومبغ أونتيي غولاتيف عدد نسبي أ على عدد نسبي ب بحيث ب تخالف الصفر. إذن أشنو هو العدد الجذري؟ هذا ما سنراه في الشرح. إذن في السنة الأولى إعدادي عندنا بعد أول حاجة الدرس هو العدد الجذري للنومبغاسيونيل. إذن في السنة الأولى إعدادي تعرفنا على الأعداد السالبة والأعداد الموجبة. إذن عندنا مثلا ناقص جوج، سمح لي، ناقص جوج، عندنا ثلاثة، عندنا ناقص أربعة، عندنا ناقص سبعة، عندنا سبعة، عندنا تسعة إلى آخره. إذن كيف ما تعرفنا في الأولى إعدادي بأن هناك أعداد سالبة وأعداد موجبة، عندنا الأعداد السالبة والأعداد الموجبة، كنسميوهم هاد الأعداد الأعداد الصحيحة النسبية، تعرفنا عليها في الأولى إعدادي. وتعرفنا في الابتدائي على أن العدد اللي كيتكتب على الشكل أ على ب كيتسمى كسر أو عدد كسري. بالنسبة للعدد الجذري، شنو هو العدد الجذري؟ هو كل كسر، لكن كسر ممكن يكون عدد كسري سالب أو عدد كسري موجب. إذن الأعداد الجذرية، الأعداد الجذرية هي الأعداد الكسرية السالبة والأعداد الكسرية الموجبة. إذن هذا هو التعريف ديال الأعداد الجذرية. الأعداد الجذرية
إذا في الأولى في يعني في الإعدادي في الابتدائي كنا كنقولوا الأعداد الكسرية، لأننا فقط كنا كنعرفوا العدد الكسري اللي كيتكتب على مثلا على الشكل 2 على 4، 6 على 3، مثلا 9 على 3 أعداد كسرية. ولكن في الثانية إعدادي فاش هاد الأعداد الكسرية كتكون الأعداد الكسرية السالبة والأعداد الكسرية الموجبة، ما بقيناش كنقولوا الأعداد الكسرية، كنقولوا الأعداد الجذرية، مثلا -4 على 6، -5 على 4، -2 على 1. إذا باختصار فاش يكون عندي الأعداد الجذرية السالبة، الأعداد الكسرية السالبة والأعداد الكسرية الموجبة، كنقولوا الأعداد الجذرية. لي نومبر راسيونيل، هذا هو التعريف ديال الاعداد الجذريه. اذا باختصار فاش كتكون عندي اعداد كسريه موجبه واعداد كسريه سالبه، ما كنقولوش اعداد كسريه سالبه واعداد كسريه موجبه، كنقولوا اعداد جذريه. اذا نرجعوا للقاعده. إذا القاعده كتقول لنا بانه كذلك هاد الاعداد، هاد العدد الجذري، هاد بي، هاد لو دينوميناتور او المقام، كيكون دائما يخالف الصفر. يعني أن الكتابة على هذا الشكل التالي، مثلا فاش نكتب 4 على 0 أو مثلا 5 على 0، هذه الكتابات لا توجد، هذه الكتابة لا توجد رياضيا. يعني دائما هذا الديناميناتور أو الكسر يجب أن يكون مخالفا للصفر. قاعدة أخرى، يعني فاش يكون عندي يعني أن كل عدد صحيح نسبي ممكن يكون عدد جذري، مثلا 4 راه ممكن نديرها على شكل عدد جذري وندير تساوي 4 على 1، ناقص مثلا -3 تساوي كذلك -3 على 1. إذن باختصار الأعداد الجذرية هي الأعداد الكسرية السالبة والأعداد الكسرية الموجبة. القاعدة الثانية بأن دائما المقام يخالف الصفر، وكذلك القاعدة الثالثة نقدر نقول بأن الأعداد الصحيحة النسبية هي كذلك أعداد جذرية. ثانيا نمشيو لإشارة عدد جذري. إذا فاش نقول إشارة عدد جذري، إذا متى تكون إشارة العدد الجذري سالبة ومتى تكون إشارة العدد الجذري موجبة؟ إذا عندي مثلا كمثال، ناخذ المثال الأول، مثلا -4 على 2. إذا في هذه الحالة -4 على 2 فاش تكون عندي إشارة وحدة في الكسر، يعني في العدد الجذري، فإن الإشارة هنايا كتكون إشارة سالبة، فاش تكون عندي إشارة وحدة، يا إما كتكون على هذا الشكل مثلا -4 على 2 كذلك، أو ممكن تكون ناقص لتحت مثلا 4 على -2 راه نفس الكتابة، أو مثلا تكون هذا ناقص هنايا 4 على 2 راه نفس الكتابة. إذا هنايا في هذه الحالة الثلاث فإن الإشارة سالبة. إذا -4 على 2 هي 4 على -2 هي ناقص، هاد الناقص كتكون مع الكسر 4 على 2، إذا هنا دائما الإشارة سالبة، إشارة العدد الجذري سالبة. ومتى تكون إشارة العدد الجذري موجبة؟ يا إما كتكون عندنا إشارتين، كتكون عندي مثلا في المقام -4 على -2، هنا إشارة دائما موجبة بوزيتيف، يا إما كتكون عندي 4 على 2 إشارة موجبة. إذن هذه هي الحالات اللي كيكون فيها العدد الجذري موجب، يا إما كيكون عندي إشارة ناقص، إشارة ناقص كاينة في البسط وكاينة في المقام، يا إما كتكون ما كتكونش عندي بتاتا إشارة ناقص. إذن نمشيو ثالثا، تساوي عددين جذريين. إذن متى نقول بأن عددين جذريين متساويين؟ إذن عندنا القاعدة التالية، فاش تكون عندي أ على بي كتساوي سي على دي، يعني تنقول بأن هذا العدد الجذري أ على بي كيساوي سي على دي، عندما تكتب القاعدة على الشكل أ في دي كتساوي بي في سي. يعني كمثال مثلا لي دو نومبر غاسيونيل سويفون، ناخذ مثلا 1 على 3 اي 4 على 12، لي دو نومبر غاسيونيل 1/3 و 4/12 سون ايغو، باش بينا نعرفوهم انهما عددان جذريين متساويين، يجب ان نقوم بالقاعده التاليه. غنشدو واحد في ا في دي، يعني
واحد في 12 ونضرب 3 في 4 ونشوف واش بيخرج لي نفس الخارج. اذا 1 في 12 هي 12 و 3 في 4 هي 12. اذا مادام تيخرج لي هنايا نفس الخارج فان العددين الجذريين ا على ب ا تساوي سي على دي، وبالتالي فان 1 على 3 كتساوي 4 على 12. إذن on dit que les deux nombres rationnels sont égaux lorsque A sur B est égal C sur D. ونمر إلى بعض التمارين. إذن نمشيو للتمرين رقم 1 في المقرر ديال إيتانسيل نيميرو 23. إذن أول إكزيرسيس نيميرو 1 ديتيرميني لي نومبر ديسيمو غولاتيف باغمي لي نومبر راسيونيل سويفون. إذن عطينا أول حاجة 3 على 4، واش هاد العدد واش عدد صحيح واش هاد لو نومبر سي تان ديسيمال أو نو. إذن غناخدو 3 على 4. إذن فاش باش غادي نعرفو واش هاد العدد، لأن كيفما قلنا في القاعدة تو نومبر ديسيمال غولاتيف إي تان نومبر راسيونيل، يعني بأن كل عدد صحيح نسبي هو عدد جذري. يعني فاش غناخد 3 على 4 غنشد نقسم 3 على 4، شوفوا معايا لا ريبونس، شوفوا لا ريبونس هنايا، غناخد 3 على 4 وتعطيني 0.75. اذا القسمه مضبوطه، فاش تكون عندي القسمه مضبوطه اذا فان العدد جذري، لان قلنا فاش وقت ما كان عندنا العدد الصحيح النسبي فانه عدد جذري. اذا 3 على 4 ستان ديسيمال، كار 3 ديفيزي بار 4 ايت ايغال 0.95، يعني هنايا القسمه عندنا مضبوطه. بالنسبه للعدد الجذري الثاني ناقص 5 على 16 اوسي سي تان ديسيمال، علاش؟ لان عندنا القسمه مضبوطه. بالنسبه ل 6 كذلك على ناقص 20 سي تان ديسيمال، كار 6 ديفيزي بار موان 20 كتعطيني قسمه مضبوطه ناقص 0.3. وبالتالي العدد الجذري دائما العدد الجذري هو العدد العدد النسبي. نمشيو ل 8 على 13 نون راسيونيل، يعني ليس بعدد جذري، لاننا فاش كناخذو 8 على 13 كنقسموها كتعطيني القسمه غير مضبوطه، وبالتالي فليس عددا جذريا. نمشيو للتمرين الثاني. نمشيو كذلك ليكزيرسيس نيميرو 5. من خلال هذا ليكزيرسيس غادي نتعرفوا على تساوي عددين جذريين. كنعطيونا اون ابليكون لو برودوي اون كوا ا سور بي ايت ايغال سو سير دي، سينيفي كو ا فوا دي ايت ايغال بي فوا سي، كومباري لي نومبر راسيونيل سويفون. يعني غادي سنقوم بمقارنه الاعداد الجذريه التاليه. عطينا اول حاجه الاعداد الجذريه التاليه على الشكل التالي. عندي فيكسي لي على بنتي 3 على 4 اي 3 على 4 اي 27 سور 36. بينا نديرو لا كومباريزون، بينا نديرو المقارنه واش هاد العددان جذريان متساويان. اذا القاعده انني غادي نضرب هاد الطرف هاد الطرف وغنضرب هاد الطرف هاد الطرف، غندير 3 في 36 وندير 4 في 27. اذا الا مشيت حسبتها 3 في 36 غادي تعطيني 108 108، وكذلك 4 في 27 غادي تعطيني 108. اذا خرج ليا نفس الخارج، اذا هاد العددان الجذريان متساويان. اذا 3 على 4 تساوي 27 على 36، وبالتالي الاعداد الجذريه التاليه متساويه. غنمشيو لبي. اذا بالنسبه لبي ايتيغال ناقص موان 12 على 7 اي موان 6 على 4. سؤال لا كومباريزون، هل الاعداد الجذريه التاليه متساويه؟ اذا نفس الطريقه غنضرب هذا الطرف هذا الطرف وغنضرب هذا الطرف هذا الطرف. اذا هي ناقص 12 في 4 ناقص 12 في 4 و7 و7 في ناقص 6 و7 في ناقص 6. اذا ناقص 12 في 4 غتعطيني ناقص 48 و7 في ناقص 6 غتعطيني ناقص 48،
وبالتالي خرج لي نفس الخارج، وبالتالي فإن العدد الجذري ناقص 12 على 7 كتساوي 6 على 4. المثال الأخير C est égal 8 moins 9 et 32 36. إذن comparer est-ce que les nombres sont إيغو، غنديرو 8 في 36 غنديرو ناقص 9 في 32، الخارج غتعطيني 8 في 36 هي 288، غتعطيني ناقص 9 في 32 هي ناقص 288، وبالتالي خرج لي الخارج مختلف لأن 288 ماشي هي ناقص 288، وبالتالي 8 على ناقص سعود يخالف لا يساوي 32 على 36. إذن هذه هي الطريقة باش كنعرفو بأن الأعداد الجذرية متساوية. إذا نتمنى الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم، ما تنساوش دائما تجي لي بلايك وانتظروا معايا التمارين المصححة في هذا الدرس. مع السلامة. بالنسبة اسمحوا لي بالنسبة للتلاميذ اللي بغاو ينضموا للقناة وينضموا معايا الواتساب غنخلي لكم